السلام عليكم، كيف حالكم يا حلمين؟ أخذنا في الحصص السابقة الأعداد من بداية بالعدد 10 حتى وصلنا للعدد 100 20، وحكينا إنه العدد 10 إلها كم بنت حلوين؟ إلها 9 بنات، صح؟ طيب طلعونا على العدد 10، حكينا إنه العدد 10 بتكون من رقمين، يعني مركب، صح؟ من عددين، أول منزلة عندي مسميها الأحد وثاني منزلة مسميها العشرات، صح؟ أول منزلة شو عندي؟ صفر، وثاني منزلة اللي هو الواحد، يعني عبارة عن عشرة وحدة. إذا أنا عندي رقمين معناته عدد مركب، ماشي يا حلوين؟ الآن أخذنا الأم بالعشرة، صح؟ طيب حكينا لها 9 بنات، شو أول بنت من بنات العشرة؟ أول بنت من بنات العشرة هي 11، 11. يلا نعد مع بعض بنات العشرة، نتكلم مع بعض. يلا أول بنت 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. هدول مين؟ التسع بنات لمين؟ هم بنات العشرة، بنات التسعة، صح؟ اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مراجعة سريعة لمين الأعداد اللي أخذناه. أما العدد اللي أخذناه هسا كده خلصنا بنات العشرة، صح؟ من عند 11 حتى وصلنا ل 19، وأخذنا الآن أم جديدة، عشرة جديدة اللي هي العشرون. العشرون العدد 20 وهو بتكون من عشرتين، صح؟ 10 و10 يعني 20. خلصنا أول 10، العشرون اللي هي العشرة الثانية، صح؟ العدد 10 يعني 10 وحدة، أما العدد 20 يعني 10، 10 و10. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مراجعة سريعة للأعداد. أنا عندي هون مجموعة من الصور يا حلمين، بدي إياكم تعدوا معي ونكتب العدد الصحيح في داخل المربع، ماشي يا حلمين؟ طيب اطلعوا لي على أول صورة يا حلمين، شو شايفين؟ شايفين نجوم الليل، صح يا حلمين؟ نجوم وين؟ بالليل، شايفين ما أحلاها؟ خلينا نعد يا حلمين، كم نجمة معي أنا؟ يلا نعد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. إذا أنا معي 14 نجمة، كيف بس بدي أكتب العدد 14؟ طبعاً العدد 14 من بنات مين؟ من بنات العشرة. 14، 10، 10، معناته لما أنا أحكي كلمة 10 معناته دغري بعرف إنه من بنات العشرة. 14 اللي هي 4 أحاد 11. هذا هو عندي العدد 14، 4 أحاد 11. خلينا نشوف الصورة الثانية، يعني عندي صورة فناجين، خلينا نشوف كم فنجان بالصورة. يلا نعد مع بعض، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. معناته أنا عندي هون 12 فنجان، 12، معناته 12 هي البنت الثانية من بنات العشرة. كيف بكتبها؟ بكتب 2 أحاد و1 أشرات، طلع عندي العدد 12، صحيح حلوين؟ طب طلعوا لي على التفاحات الحلوة، التفاحات الحلوين اللي بيشبهوكم هون، طلعوا ما أحلاهم. خلينا كم تفاحة معي بالصورة؟ يلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، عدوا معي 7، 8، 9، 10، 11. معناته أنا عندي هون 11 تفاحة. 11 شو هي حلوين؟ هي أول بنت من بنات العشرة، صح؟ طب 11 كيف بدي أكتبها؟ بدي أكتبها اللي هي 1 أحاد والواحد الثاني 10، 11. طيب أنا عندي هون بيض، مجموعة صورة بيض، خلينا نشوف كم بيضة عندي هون. يلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 بيضة. 13 أيضا هي البنت الثالثة من بنات العشرة. 13 كيف بدي أكتب 13؟
ثلاثة آحاد وواحد عشرات، صحيح حلوين؟ طيب طلعوا لي على السمكات الحلوين يا عيني، بنعد كم سمكة معنا بالصورة، يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر سمكة يا عيني. إذا أنا عندي البنت السابعة من بنات العشرة، عندي سبعة عشر سمكة. كيف أكتبها يا مس؟ بكتب سبعة آحاد وواحد عشرات، سبعة عشر. وآخر شيء عندي أرانب كتير حلوين حلوين، يلا عدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. أنا عندي خمسة عشر أرنب، وهي البنت الخامسة من بنات مين؟ العشرة. يلا نكتب العدد خمسة عشر، خمسة آحاد وواحد عشرات. شايفين يا حلوين كيف قلت لكم انا مراجعه سريعه للاعداد، بس في شغله مهمه كثير خليني احكي لكم اياها. اول شيء خلينا نشوف الاعداد اللي عندي المره الثانيه. انا عندي هون 14 نجمه، 12 فنجان، 13 بيضه، 17 سمكه، 11 تفاح، و15 ارنب. يا عيني ما احلاهم. طب في شغله كثير مهمه بدي احكي لكم اياها، يلا طلعوا لي هون. انا عندي العدد 10 وهي بناتها 9، هسا انسوا لي العدد 20 لان يعني الام الثانيه من ايش اسمها الام 20، ماشي؟ الام 10 خلينا نشوف بناتها. انا عندي العدد 10، ما العدد الذي ياتي بعد ال 10؟ 11، احسنتم. طيب انا عندي العدد 13، ما العدد الذي ياتي بعد العدد 13؟ العدد اللي بيجي بعد العدد 13 هو 14. طيب 13 ما العدد الذي سبقه؟ ما العدد الذي ياتي قبل العدد 13 اللي هو العدد 12؟ ماشي حلوين. احنا هون بنسميها بالصف الاول العدد السابق والعدد التالي. العدد السابق والعدد التالي. العدد التالي يعني العدد اللي بيجي ورا العدد اللي انا بدي اياه، اما العدد السابق هو العدد الذي سبقه الذي اجى ايش قبله. الحين العدد التالي بنزيد واحد، اما العدد السابق بنقص واحد. مثلا العدد 15، ما العدد الذي التالي الذي جاء بعد العدد 15؟ 16، احسنتم. العدد 15، ما العدد الذي سبقه؟ 14. ماشي يا حلوين؟ أنا هيك عملت لكم مراجعة سريعة للأعداد، بتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. إلى اللقاء.